تحت شعار نساء الريف أياد تزخر بالعطاء، انطلقت ببلدية أوباري فعاليات بازار الريف المنتج لدعم وتشجيع المرأة الريفية بمناطق الجنوب. طبعاً البازار هذا انفتح باش نشوفوا قدرات النساء على الأشغال اليدوية وفي الخياطة ما وراء الأبواب، لتشجيعهن في 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 الخياطة والمنتوجات والصناعات اليدوية اللي يخدموا فيها. وبارك الله من بادر فيها في البازار لتشجيع المرأة في بلدية أوباري، ونثبت ان المرأة قادرة على الإنتاج وقادرة على التسوق وقادرة على الخياطة وبرزها في المجتمع. البازار سيستمر على مدى 3 أيام متواصلة، ويشمل معروضات متنوعة من ألبسة متعددة الأحجام والألوان وصناعات خرزية وسعفية مختلفة ومأكولات متعددة الأصناف تميزت بها نساء الجنوب. مشاركة من مجموعة من جمعيات خيرية ومجموعة من المشاركات والمتدربات. طبعاً بدينا بورشة عمل اللي هي بدت معانا مدة 3 أيام، والحمد لله مشينا فيها كويسة. وهذا طبعاً برنامج يدعم المرأة من الداخل للخارج، ونعلمها كيف نتعامل مع التسوق والتدريب في الخياطة والطريزة. القائمون يسعون من وراء هذا الحدث إلى تشجيع المرأة الريفية ودعمها للانخراط في سوق العمل والاعتماد على الذات في صنع مستقبل يضمن لهن العيش الكريم.